أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى: الرئيس عباس: نتطلع لسلام عادل تنعم بثماره شعوب المنطقة. القدس عاصمة دولتنا المستقلة ونرفض أي مطالب فيها. الفترة المقبلة في فلسطين فترة أمل وانبعاث اقتصادي ومجالات للاستثمار. ونقرأ أيضا: هنية، لن نقبل بأقل من عودة القدس كاملة وقيام الدولة المستقلة وعودة اللاجئين. المصالحة خيارنا ونحن مع إنجازها بسرعة وتوحيد المؤسسات السياسية. وضبط 400 مسلح من التكفيريين، بينهم 100 فلسطيني في سيناء. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: المستهلكون يلوذون إلى المبردات من نار الأسعار، كيلو البندورة والسبانخ والفاصولياء واللوبياء بين 7 إلى 10 شواقل. وفي عنوان آخر الرئيس يقول: أمل وانبعاث اقتصادي في فلسطين بالفترة المقبلة. وفي الصحيفة أيضا: مجزرة زيتون جديدة يرتكبها المستوطنون في قريوت. وأمان تقول: اتهام السلطة بالفساد تشويه مبيت. والدبلوماسية الفلسطينية تنهي محنة مختطفي أعزاز، وسليمان يشكر أبو مازن. ونطالع في صحيفة الأيام خطاب هنية: حماس لا تشعر أنها في مأزق، لم تخطئ في البوصلة ولا تندم ولا تعتذر. الرئيس: نرفض أن يتحول الصراع إلى نزاع ديني، والمفاوضات في بدايتها ولم تصل إلى طريق مسدود. مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في قريوت. وفي الصحيفة أيضا: نيويورك، الدول العربية تحض السعودية على العودة عن رفضها الانضمام إلى مجلس الأمن. إلى الصحافة الدولية، ونطالع أبرز ما كتبته الشرق الأوسط السعودية: طائرتان تحركتا بالتزامن من بيروت وإسطنبول، ومصير السجينات السوريات غامض. المخطوفون اللبنانيون إلى الحرية بعد 17 شهرا على اختطافهم في حلب. ونقرأ أيضا: ترحيب خليجي وعربي بموقف السعودية من عضوية مجلس الأمن. والجيش الحر يسيطر على أكبر نقطة لقوات النظام في الغوطة الشرقية. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: صفقة التبادل ثلاثية، المخطوفون اللبنانيون في أعزاز وسجينات سوريات والطيران التركيان إلى الحرية. وذكرى الحسن تتحول تظاهرة ضد الأسد وحزب الله. الإبراهيمي يقول: بداية عملية لجنيف 2 ستتواصل داخل سوريا. تونس: أنصار الشريعة خططت لحملة اغتيالات. وأخيرا المحكمة تنهي مستقبل بيرلسكوني السياسي. ختام أقوال الصحف أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.